رسالة دعم للمدينة شريعة دعيت في أزمتها الأخيرة. عندها إيه خير؟ لا ازمتها مع حسام حبيب وبيقول ان هو خد فلوسها وكده. تسريب طلع لوالد حسام حبيب بيقول ان خد فلوسها مشاكل يعني احداث العمل. لا معرفش والله العظيم ما اعرف انا بتقولوا ما اعرفش الفلوس بامانه. بتحضر ليه احداث اخر حاجه في حاجه بعملها دلوقتي للصيف. انتوا على فكره انتوا مخليه خلي بالكم انا لو تلاحظوا كده ان كل شهر او كل شهرين بنزل بغنى كل شهر او شهرين لسه مزويه ها؟ لسه مزويين كنت منزل اغنيه بالظبط. وفي الايام اللي جايه دي في غنوه جديده اسمها الناس السهرانين يلا اهو. وفي اغنيه 30 6 احتمال انا زي مش عارف هي غنوه قديمه انا مغنيها كلمات مرحمين ده اغنيه قديمه قوي. انما الناس السهرانين.